بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ها هي الانطلاقات تتوالى على أرضية الميدان الملكي. نرحب بالضيوف الكرام، فرقتنا الحدود والشعارات واجتمعنا على قلب واحد هنا في أرضية الميدان الملكي أشقاء، لكي لا تندثر هذه الرياضة، رياضة الهجنة العربية الأصيلة. وكما ترون هذه الانطلاقة المميزة في حضور من أخواننا الأشقاء الخليجيين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أرضية هذا الميدان. وبسم الله نبدأ، على بركته نستعين. وهنا مرخان نياب بن سلمان بن صالح المغيري. وهنا أيضا في المركز الأول هنالك نرى هذا الشعار المنتخب السعودي، مرخان نياف بن سلمان. هنا في المركز الأول مرخان للمنتخب السعودي، وهنا أيضا في المركز الثاني المنتخب القطري صوغان. في المركز الثاني والمركز الثالث هنالك أيضا العفار للمنتخب السعودي، وهنا أيضا في المركز الرابع يليه شاهي للمنتخب السعودي أيضا. وهنالك في المركز الخامس هنالك حبشان لمنتخب الإمارات. الله 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 على هذه الشعارات الجميلة التي تميز أرضية هذا الميدان، ما شاء الله تبارك الله. هنالك شعارات جمة، وهنالك أيضا أسماء حاضرة في هذا الشوط، ولكن نذهب مع مرخان، نذهب مع المنتخب السعودي في هذا المساء والانطلاقة الجميلة. الله الله الله، هنالك منافسة هنالك تتوالى على سحب البساط مرخان، وكما نرى أيضا الذي اتسلل حبشان للمنتخب الإمارات. الله 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 على اندفاع حبشان في هذا الشوط. وهنالك أيضا شعارات والمنتخبات قادمة، وانتبه يا مرخان. وما شاء الله وما زال مرخان ومنتخب السعودية في المركز الأول، ولكن غير أيضا حبشان هنالك من منتخب الإمارات على المركز الأول المنتخب السعودي. يا سلام، هنالك ثالث المراكز، هنالك العفار لمنتخب السعودية أيضا على ثالث المراكز، وهنالك في المركز الرابع الشعار القطري، وهنالك شوباش من المنتخب القطري، ولكن الذي غير على المركز الرابع والثالث وتسلل هنالك وبران من منتخب قطر، وهنالك أول إذاعة لشاهين، شاهين ومنتخب الإمارات. الله على أبناء الخليج والشعارات الخليجية، يا سلام، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. ونذهب لحامل الرقم واحد والمركز الأول هنالك حبشان. الله الله الله، ما شاء الله على أداء حبشان. وهنالك ثانيا اللي حل ثانيا هنالك مرخان للمنتخب السعودية، ولكن هذه الشعارات لن نأمن هذه التسللات، ولن نأمن هذه الترتيبات، هذه الشعارات. وسلام سلام 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 سلام، الله الله الله، صورة جمالية. أبناء الخليج يتنافسون، والمنتخب السعودي ما زال مسيطر في هذا الشوط على المركزين الأول والثاني، كما وصلني أيضا ثالثا 3 ستار على المركز الأول والمركز الرابع. هنالك المنتخب الإماراتي شاهين على المركز الرابع، وهنالك خامسا ويحمل الرقم 5 هنالك وبران لمنتخب قطر. الله الله الله، خماسية جميلة، ولكن نذهب من يستحق الإذاعة في هذا الشوط، المركز الأول سعودي بحت. الله الله، المركز الأول والثاني سعودي، ولكن هنالك في المركز الثالث هنالك شاهين، وما شاء الله شاهين عنده نوايا في هذا الشوط. شاهين السلام على هذه السلالة، وهنالك أيضا وبران للمنتخب القطري مركز الرابع، وهنالك الخامس العفار للمنتخب السعودي. يا سلام، الله الله الله، والمنحنى واستوى الخط. الله الله الله، انتصفت المسافة في هذا الشوط الجميل، ولكن المنتخب السعودي مسيطر في هذا الشوط.
الشوط وناوي ميدالية هذا الشوط. يا سلام على هذه المنافسة، أولا وثانيا سعوديا، وهنالك ثالثا منتخب الإمارات، وهنالك في الرابع أيضا، هنالك في المركز الرابع المنتخب القطري. الخليجيين في هذا الشوط يتنافسون أخوة من كل ميدان، نرحب بهم في هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، رياضة الأصايل. يا سلام على المركز الأول، واللي غير الآن على المركز الثاني هنالك السعودية من تسيطر على هذا الشوط، ولكن غير المنتخب الإماراتي في هذا الشوط. المنتخب الإماراتي، الله الله الله، ما شاء الله على شاهين اللي غير على المركز الثاني، وهنالك ثالثا هنالك مرخان من المنتخب السعودي. ولكن نذهب للمركز الأول ونعود والعود أحمد. الله 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 الله، ما شاء الله، الترتيبات ما وضحت لي على الورقة، الترتيبات هنا بالعين المجردة، هنالك وهناك أشقاء خليجيين، وما شاء الله على هذه المنافسة الشريفة. وفي المركز الأول ما زال المنتخب السعودي في المركز الأول في هذا الميدان الملكي، ولكن أبناء الإمارات الأشقاء في المركز الثاني. الله الله الله، وسلالة شاهين، هنا شاهين في المركز الثاني، وهذه المطاردة القوية والسيناريو الجميل، وهنالك المنافسة على المركز الأول اللي ظل عند المنتخب السعودي، ولكن منافسة شديدة من الأشقاء في الإمارات. هنا نرحب بهم، وهنالك على الماء، وصلوك يا المنتخب السعودي، وصلوا الجماعة، وصلوا. الله 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 الله، أرى بالعين المجردة هنالك تسللات، هنالك مرخان من المنتخب السعودي، وهنالك أيضا وهنالك الشعار القطري في المركز الرابع، ولكن ما زالت المنافسة. وغيروا منتخب الإمارات، غير الإمارات. الله الله الله، هذه الرياضة، هذه حلاوتها، هذه المنافسة، هذه الجمالية في هذا الشوط. الله 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 الله، المنتخب الإماراتي مسيطرا، ولكن لا تأمن، الشعارات، لا تأمن الأشقاء، الله الله، المنتخب الإماراتي شاهين في المركز الأول، وهنالك كيف المركز الثاني، المنتخب السعودي في المركز الثالث، السعودي ومضايقة سعودية لمنتخب الإمارات المسيطر على المركز الأول وشاهين، وما شاء الله. وفي هنا في المركز الرابع الشعار، شعار مطرب من المنتخب القطري. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله، وأول إذاعة هنا المغامر بالفعل، غامر مغامرة قطرية، مغامرة قطرية، يغامر مغامر في هذا الشوط، يغامر مغامر، ولكن المنتخب الإماراتي هنالك في المركز الرابع وبالفعل هذه مغامرة جيدة. ونذهب على المسيطر في هذا الشوط، وما شاء الله تبارك الله، الثالثة الذهبية إلى الآن في طريقها إلى الأمارات، ولكن هذه الرياضة لا أمان لهذه الرياضة، لا أمان لهذه التسللات. والمركز الثاني هنالك المنتخب السعودي، ومن وصل هنا، هنا لفان، هنا قطر، الله الله الله، أبناء الشحنية يدفعون بلفان في هذا الشوط، لفان في هذا الشوط، إماراتية سعودية هنالك في المركز الأول والثاني، إماراتية مسيطرة إلى الآن المنتخب الإماراتي في هذا الشوط، وما شاء الله تبارك. وفي المركز الثاني أيضا إماراتية مسيطرة بالفعل، تربعوا في هذا الشوط وذهبوا بهذا الشوط إلى الآن. وفي المركز الثالث هنالك المنتخب السعودي، ولكن نذهب بالكاميرا وبالعين المجردة وبالأحاسيس وبالمنافسة مع المنتخب الإماراتي، أشقاؤنا في الإمارات، ما شاء الله يا حبشان، ينتزع الذهب، ذهب بالفعل، ذهب جولدن في هذا المساء، والذهب يذهب مع حبشان، أبناء الإمارات يستاهلون. الله 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 الله، وما شاء الله على حبشان وأبناء الإمارات وانتزاع الذهبية لهذا الشوط الجميل والمثير والثاني أيضا الإمارات مكررا أولا وثانيا في هذا الشوط. وسلام سلام 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 لأبناء الإمارات، ومضمر
هذا القعود حبشان وما شاء الله تبارك الله. المنتخب الإماراتي في المركز الأول والثاني، تهانينا وألف مبروك. المركز الثالث المنتخب السعودي، تهانينا والناموس وألف مبروك. الفوز لأشقائنا في دولة الإمارات لانتزاعهم هذا الشوط الجميل والذي لا يقل حماسة عن الأشواط. نترقب وإياكم التوقيت الزمني لأبناء الإمارات لانتزاعهم في هذا الشوط. تهانينا والناموس لمنتخب الإمارات وشقنا. إذن تواصلنا مستمر مشاهدين الأعزاء. هذا هو حبشان من المنتخب الإماراتي، يقطع مسافة السباق في 9 دقائق 42 ثانية وجزئين أو 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. تهانينا للمنتخب الإماراتي، يذهب أيضا الذهبية، الميدالية الذهبية هنا يأتي شاهين أيضا وصيفا، ويذهب بالميدالية الفضية من المنتخب الإماراتي. تهانينا أيضا للمنتخب الإماراتي على الفوز والانتصار، حيث حقق 9 دقائق 45 ثانية 4 أجزاء من الثانية، بينما حل مع أيضا الميدالية البرونزية المنتخب السعودي وأيضا البلد المستضيف هنا يأتي مع المركز الثالث. تهانينا والناموس هنا يأتي مع المركز الثالث مرخان ب9 دقائق 50 ثانية أو 51 ثانية، بالوفاء والتمام والكمال. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام مشاهدي قناة ياسر الرياضية شاهدنا هذه الانطلاقات. إذن 3 ميداليات.